أول نقطة حاب أحكيها، بس أغلبك الباب. أيوه، أول نقطة حاب أحكيها اللي هي ما يلي، إنه على موقع إدارة التعلم لو تنزلوا لتحت في عندكم هون اختبارات إلكترونية خصوصاً عن موضوعاتنا اللي راح نحكيها اليوم، اللي هي المساحة والحجم وكذا، وأنا راح أشرح صراحة جزء منها، يعني راح يكون شرحي منها. أنا ما راح أقعد يجي هون أقعد أحبك بالقوانين. القوانين عليك مش علي، يعني أنا ما مش أقعد أحفظك بالقوانين. أنا بفهمك كيف أفكر، كيف تفكر في هاي المسائل كلياتها كباكج واحد. أنا بركز على المفاهيم الأساسية، شو المعنى الأساسي، وبعدين شو بنبني عليه؟ بنبني ما يلي اللي بعده. إذا نركز اليوم على المفاهيم، إصلاح القانون هو يستنتج من الفهم. إذا أنت فاهم، أنا أتوقع حالي أنا مش من النوع اللي بحفظ قوانين. يعني كيف تحل؟ مسائل رياضيات بدها قوانين عشان تحلها، معناته لازم تكون حافظ. لا، استنتج. سنتي بقدر استنتج اذا اني فاهم المعنى. لو مش فاهم المعنى ما بقدر استنتج. حسيت انا ماشي، ما بقول لك لازم انت تعرف تستنتج كل شيء. طب اللي ما مش عارف يستنتج شو بيسوي؟ بيحفظ. عندكم هون الاسئله هذول، الاختبارات اللي حاطط لكم اياها هذول، هذول يعني خلينا نقول من النوع المساعد على انك انت تدرسي ذاتيا. وصراحه مشان اكون معاكم بشكل صريح، يعني في بعض هاي الاسئله تجي في الامتحان نصا زي ما هي. احنا دخلنا على وحده القياس، الان دخلنا بالقياس اللي هو مش داخل بالامتحان النسوي. كويس. الان النقطه الثانيه اللي حاب احكيها، في عندي هون شيء اسمه رحله معرفيه حول الحجم والمساحه. كلكم شايفينها؟ خلنا نكبر النت شوي. هيا، رحله معرفيه حول الحجم والمساحه. وفي اسئله المراجعه تدريب على الاختبار النهائي، يعني هون في اشياء كثير. كويس. هون في نقطه ثانيه، في عندي محاضرات الفصل الثاني 2018 2019. في ناس شايفوا تايهين مش عارف، بقول لك وين المحاضرات الجديده؟ هاي محاضرات الصيف 2017 2018، محاضرات الفصل الاول الماضي، وهي محاضرات الفصل هذا. شو بدك مصادر اكثر من هيك؟ والله انت اقرا بس تبع. انا لو تلاحظوا يعني اللي بيتبع وراي اللي بعطي محاضرات الجمعه ومحاضرات الاحد ما بحكي نفس الكلام بالضبط، بظلني ادور حوالين نفس الفكره. مستحيل انا قاعد بشتغل بحالي، يعني بعيد. في افكار رئيسيه بظلنا نكررها لانه اجباري تكررها مش حكيفك. وفي عندي اشياء لا بدك تمشي عليها. خلينا ندخل في الموضوع. الرحله المعرفيه هاي بس تعمل كليك عليها زي هيك. انا حاطط عليها اسم زميل الي دكتور جعفر، هو قاعد يكمل دكتوراه الان في الجامعه العلوم الاسلاميه. صراحه هو الموقع الي بس انا حطيت اسمه علشان ما يحكوا انه شو دخل، يعني شو دخل مفيد فيه؟ ليش يعني عامل الموقع؟ وانا بتساعد معايا زميلي وعزيز علي ونشتغل مع بعض، نطبق على صف ثامن. تخيلوا هذا المستوى، مستوى صف ثامن. قلت يا سيدي هذا بغير اسمي مؤقتا، بشيل اسمي وبشيل لاب عشان دكتورك ما يحتج عليك، يعني يصير يقول لك انت مش انت بتشتغل. ما هو هو قام يعني زي ما اشتغلت انا، اشتغل شغل كامل بس يعني مشان الاسم بس يقول لك والله مش اسمك، يعني عادي يعني مش قضيه. الان نيجي على النقطه الثانيه، في عندي بعض الوسائل. الان خلني ادخل في مره متذكرين تكلمت عن مفهوم الارتفاع، حكينا مفهوم ارتفاع المثلث. وهو صراحه مفهوم الارتفاع مش للمثلث بس، لانه احنا كلمه ارتفاع راح تتكرر في كل القياس. يعني نقول ارتفاع الهرم، ارتفاع المنشور، ارتفاع المخروط، ارتفاع الاسطوانه، ارتفاع ارتفاع حاله الارتفاع. هذا مفهوم شائع وهو نفس المعنى اللي حكيناه في المثلث. انت بتطلع على ضلع من الاضلاع، بعدين بتطلع على الراس المقابل وبتنزل عمود، وحكينا الارتفاع قد يكون داخل الشكل او امتداد، مش شرط يكون داخل الشكل. هذا مفهوم مهم جدا لازم يكون واضح في الراس. الان نيجي على وحده ثانيه، مش حاطين هون مفهوم المساحه. حسنا، في وسيله بدي لازم تشوفوها، شكل مش حاططها هون، مش قضيه مش حاططها. بفوت على اليوتيوب تاعي، مش على اليوتيوب، في عندي انا الي رابط او عندي موقع الي على الجيو جبرا. انا شو اشوف هون؟ جيو
انا قلت لكم هذا، انا بنصحكم تنزلوا هذا البرنامج وتبدوا تتدربوا عليه، واللي حابب يتدرب عليه في عندي على موقع اليوتيوب تاعي عامل دوره مده 4 ساعات بشرح فيه تفاصيل كيف تستخدم الجيوجبرا. شايف لو جيت على دخلت على البروفايل تاعي، بدخل على البروفايل تاعي بس انا في وسيلة تعليمية بدي إياها، لأنه بدي أشرح على مفهوم محدد. نعم. فوتي على قناة اليوتيوب تبعتي. في إشي for teachers، في عندي بلاي ليست أتبركها، بلاي ليست مكتوب عليها for teachers، مكتوب عليها دورة تدريبية الجيوجبرا. بس بوريك إياها. ما راح أخليها للحظ يعني. بس الأول خليني أدخل على هاي الوسيلة، لما أدخل على مفهوم معين. وهذا بنصحكم دائما لما تدرسوا طلابكم في المدارس اعتمدوا كثير على هذه الوسائل، مش على الوسائل تبعتي يعني، على الوسائل التعليميه، لانه الوسيله التعليميه بصريا بتركز المفهوم بشكل ممتاز وعن تجربه يعني. يعني يظلوا ينصت للحكي، بس حكي حكي ما بيستوعب. احنا الكبار مثلا اذا ما كان شيء بالذات الرياضي يعني شوف العلوم بيختلف شوي عن الرياضات بنقطة معينة، في أشياء كثير محسوسة بالنسبة إليك. يعني لما أقول الحرارة، مفهوم الحرارة بالنسبة إليك واضح، لكن أنت تيجي تقولي محيط، مساحة، مفاهيم زي هاي يعني مرات بتكون مبهمة. أنا ممكن يعني ممكن يخلط معاي بمفاهيم أنا بعرفها، بصير المخالطات في بعض، بضيع كل القصة. بناء المفاهيم مهم جدا. شوف انا بس ادخل على الريسورسز تاعتي، ماي ريسورسز، شايف هون ماين، هاي ماين اللي انا مسويهن، في منهم انا مخترقهن، في منهم لا والله معربهن، مش شرط اني اكون انا مسويهن. شايف هون لود اكتيفيتي ماين، وين راحت هاي بروفايل؟ لا ليش بس بضل حوالا البوك موجود في البوك، في شيء بعد ما كنت تعمل بوك تحط فيه كل وسائلك التعليمية. فأنا قاعد بعمل طلعوا كيف بعمل وسائل مثلا لل تحكي معي إشي للتوجيهي، إشي للمدارس حسب طبيعة الوسيلة اللي أنا بدي. طب وين الوسيلة اللي أنا بدي أعرضكم إياها لموضوعنا؟ لموضوعنا بعيد مرة ثانية، في أشياء أنا مسويهن، في أشياء أنا معربهم بس يعني مش أنا اللي مسويه. مش لايفة من السيركل، لا من السيركل هي المساحة والمحيط، هي على المساحة والمحيط النسبة التقريبية المفروض تكون هون، شكلي مغير مكانها. طيب أسهل طريقة معناته أسويها إني أعمل سيرش عليه العربي او خليها بالانجليزي احسن، انا بضمنش العربي بس هي يمكن بالعربي تطلع معي بسرعه. المساحه بعدين بدي ضو شويه، بس شويه مش شايف لاني المساحه والمحيط للدائره إن شاء الله تطلع. أنا هي موجودة بس أنا مش شايفها صراحة. شايفون كيف بتكلموا عن مفهوم المساحة، مفهوم المساحة، شايفين كيف يعني في مفاهيم كويسة يعني إنكم تعرفوها. بس غريب أنا كنت حاططها هون يعني حاطها على الموقع مش لاقيها، ليش مش عارف. هذا كله بيمكن في إشي رقم ثلاث مساحات وينها؟ حتى مش مرة في جنب. لا لا هذا كله لا. فنرجع على الموقع، معلش نرجع على الموقع. اذا مش موجود هون موجود بطرق التدريس، انا لاني منزلها متاكد. اذا مش موجود هون بتكون موجوده في ماده طرق التدريس. خلينا نروح على طرق التدريس بطلعها بسرعه لانه موجوده اكيد. دليل ان اختيارنا هي قدام عيني بس انا مش شايف، مش عارف وين هذا.
ها المفاهيم ايوه ارتفاع هيئه تصير ارتفاع هيئه تشرح مفهوم هيئه المساحه للدائره بشكل عام. احنا خلينا نحكي عن الدائره. ليش اخترت الدائره انا بالذات؟ لانه مفهوم المساحه للدائره صعب شويه، منه احنا بندخل على مفهوم المحيط بشكل عام. كويس. اول شيء انتم بتعرفوا الفرق بين كلمه شكل ومجسم، هاي اول مصطلح. شكل هندسي مجسم، شو الفرق بينهم؟ الشكل هو المحيط الخارجي، مثلا بدي اجي احكي مثلا مربع، بس بحط مثلا بخيط على الخطوط اللي بتحدد المجسم المربع. هذا الشكل. كويس. الشكل، شوف احكي لك الفرق الواضح قوي بين الشكل والمجسم. الشكل ثنائي ابعاد، يرسم على سطح بس. يعني بالعربي الشكل الهندسي ما بتمسكوا بيدك، لغه بلدي. لذلك المعلمين لما بشوفهم الاساسي لما بمسك المثلث ماسك هو كرتوني خشبي او شيء، بقول لهم هذا مثلث. لا هذا مش مثلث. انت بتعلم مفهوم غطا، كان الكلام هون غطا وجهه زي ما حكى، بس الاطار الخارجي اللي هو القطع المستقيمه فقط، هذا بنسميها مثلث. طب والمجسم؟ اول ميزه للمجسم انه ايش؟ ثلاثي ابعاد. اول شيء انه ايش؟ ثلاثي ابعاد. كويس. ايوه من... لا يعني ثلاثي ابعاد زي ايش يعني؟ مثلا زي ايش ثلاثي ابعاد؟ اسطواني مخروط. نعم. الغرفه اللي احنا فيها يعني لازم تكون في الفضاء. كويس. فالطفل اول ما بتعلم يعلموه المجسم، هذا يعني مو الشكل. نركز ليش؟ شكل تجريده اعلى. الطالب بيتعلم المكعب قبل ما يتعلم المربع، بيقول وجه المكعب مربع. الشكل شكل يعني منظر من مناظر المجسم. هاي نقطة حطيناها على جنب. عرفنا اذا الشكل وعرفنا ايش المجسم. لان ننتقل على مرحلة ثانية، شو هي القياسات المرتبطة بال الشكل، المحيط والمساحة. والمساحة هي المحيط والمساحة بالأول. هنركز على هذول، محيط ومساحة. لما أقول لك أنا إيش محيط المربع، محيط المستطيل، محيط المثلث، محيط الرباعي، محيط الخماسي، بالضبط. يعني كأني بدي أتخيل حالي بدي أعمل سور حوالين الشكل. شو يعني محيط الدائرة؟ يعني اجيب خيط والفه حوالين الدائره كلياتها واقيس طوله. فالمحيط هو طول، المحيط طول. لذلك بقول محيط الشكل مثلا 5 سم 7 سم، عشان هيك عم نحكي عن القياس. حلو الكلام. طب ايش محيط مثلا؟ محيط شكل هيك يعني له اضلاع مختلفه. بجيب الضلع الاول بقيس طول، والثاني بقيس طول، والثالث بقيس طول، وانا شو بسوي؟ بجمعهم. اذا ببساطه قانون الرئيسي للمحيط شو هو؟ مجموعه اطوال الاضلاع. انتهت القصه. طب ليش؟ طب في قانون لمحيط المربع، وقانون لمحيط المستطيل، وقانون لمحيط مش عارف متوازي الاضلاع، وقانون لمحيط. ليش هالقوانين موجوده؟ في خصوصيات. يعني المربع مثلا بدل ما اقعد اجمع اطوال اطلع، بقول من اطلع كل الاطوال نفس الشيء، فبقول 4 في طول الضلع، صار 4 طول الضلع، يعني صار قانون جديد. هذا اللي بحفظوش. النقطة الثانية بتيجي المساحة. ايش يعني مفهوم المساحة؟ شو تعريف المساحة؟ مساحة. إذا المحيط هو طول. طول ايش؟ طول الإطار الخارجي للشكل. طول إطار خارج الشكل. في شيء اسمه محيط المنشور، محيط المخروط. فيش محيط المخروط، في محيط قاعدة المخروط. المخروط له قاعدة، قاعدته دائرة. إذا في محيط الدائرة. بس عمري ما سمعت أنا إيش اسمه محيط المخروط، ما مرت علي. نفس أي مجسم ما له محيط. مساحة إيش؟ القاعدة. لا لا ركزي،
راح خليك معي حبة حبة راح لما نوصل. لأن نجي على مفهوم المساحة، إيش يعني المساحة؟ مساحة. هذا أنت تحكي عن القانون للمستطيل الطول في العرض. طب غير المستطيل. شو يعني المساحة؟ شو أشوف؟ ممتاز. برافو عليك. حكت تنبلط. يعني أعطيك المصطلح الآن. هو عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. شو مساحة الغرفة؟ بتعد البلاطات. لو تخيلت إنه كل بلاطة متر مربع، كل بلاطة متر مربع، بعد كم متر مربع في البلاطة؟ شو يعني الدنم؟ الدنم، الدنم شو هو؟ ممتاز. مساحة. هو 1000 متر مربع. يعني واحد عنده قطعة أرض دنم، معناته كم متر مربع فيها؟ 1000 متر مربع. السؤال الثاني، قديش هو متر مربع؟ متر المربع. لا يعني افهم سؤالي، افهم سؤالي. يمكن انا اسال سؤالي، ما بدي وحدات. وريني على الارض هون متر مربع. انا احكي لي البلاطه متر مربع طولها 1 متر وعرضها 1 متر. وريني انا هون. هي متر مربع. هذا مش متر، هذا بكون متر من هون لهون متر، ومن هون لهون متر، وبكمل هو بعد كم واحد كبر. يعني هاي الوحده قديش كم سم؟ 50 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
نص طلع لهون. حطي بقى مين معاه قلم ماركر شيء. نحط ماركر هون. هيا بدنا نعمل ماركر. بدنا نشوف قديش في الواقع. قديش ما تعمل جبهه. ليش حكوا جبهه؟ ليش حكوا هون الطبقه؟ حطي ماركر هون يعني تقريبا يعني عشان نمشي بدقه. يعني هون محل. مثل المربع بالنابية. بس راح تمشي هيك نص تعالي هون نص بقى نص بلا واحد اثنين نص ايوه اعملي هيك وصلي خط وبدنا نمشي هيك نمشي هيك ونمشي هيك ممتاز يعني هذا يا دوبك تدفن بالهدف ما مندفنش هذا قديش حقه الطبقوق هون هون بدناش نحكي هون جنب الجامعه قديش حقه هذا حقه 250 دينار طلع هالقد شوف عشان فيها هاي وعشان تجي دار ان شاء الله بدك على الاقل بدك على الاقل زي هاي 500 وحده بدك 500 واحد زي هذا شو هسه لو تحكي هذا الكلام للطلاب بصير عنده واضح ايش بتحكي انت انا ما بقول تقول لي تحول من متر لسنتي من سنتي لمتر وهو مش عارف لا هو شو صار ولا شو المتر شو استعملت منك انا ولا شيء وهذا مهم جدا المهاره اللي بعد هاي انه انا لو طلعت على قطعه الارض اللي هون تقدر تقدري لي كم مساحتها وأنا ما أعرف شو هو المتر المربع بعرف أقدر هذه وإذا ما عرفت ما بعرف أنا بقولكم روحوا جربوها مع طلاب بالمدارس اللي عنده مدرس أو عنده حدا في المدارس كويس خليهم يدرسوا المتر المربع والتحويلات وبالطرق التقليدية اللي إحنا بنعرف كويس لا تعال اسأليهم السؤال لا بدناش ينسوها ولا السؤال لا 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 قولي لهم الغرفة هاي اللي أنتوا قاعدين فيها غرفة الصف كم دلهم 10 دولار ل 15 دولار ولا 20 دولار بجاوبوك 20 دولار 10 دولار غرفة الصف كم دولار بجاوبوك هذه مرة كنا عاملين وسيطة تفاعلية من ضمن المناهج المحوسة فحاطين مكعب ثلج مكعب طول ضلعه 6 متر فكانت التحدي انه انت كيف تعمل إثارة تفكير الطلاب من خلال إيش؟ إنك تطرح أسئلة موجهة
فكان طلاب أول ثانوي كبار، بنات أول ثانوي كبار، فبقول لهم برأيكم هذا المكعب لو دخلناه في المختبر، عنده مختبر ما شاء الله ضخم كبير، ثم لو دخلناه على المكعب هذا دخلناه جوا الغرفة هاي بوسع ولا ما بوسع؟ أنا انصدمت إنه ست أرباعات لبعضهم بوسع، المختبر كبير. طب 6 متر تخلي قد ايش 6 متر؟ دورين يعني. طب قال طب انت طابق واحد معناته ما موسى. شوف يعني الحس الحقيقي مش وارد، مش وارد. بعدين مثلا كانت الصوره انه المكعب قاعد بذوب كله مع بعض، قلت لهم ايش الموقف اللي بيخلي مكعب الثلج يذوب هيك مع بعض؟ مستحيلكم بالشمس. ليش؟ لانه لو كانت الشمس موجهه على جهه بدون جهه وجهه ثانيه يكون ذوبانه اقل. طب ايش الموقف اللي يخلي هذا يذوب ويكون نفس الحراره؟ ما تحط فرن وتحط مكان محدد. يعني لحظه، هذا الفرق بين انه بدي انظر وبين اشيء شيء واقعي. وهذا بسالها مرات، يعني انا بظن اسالكم يا احد، مين بيقدر المسافه من هون لراس الشارع اللي تحت عند الاشارات؟ كم كيلو هذا؟ 3 كيلو ولا كيلوين ولا كيلو ونص من هون للإشارة؟ هاي الإشارة الصغيرة، هاي اللي هون اللي تحت الجامعة، هاي قديش؟ قديش؟ ما جربنا. طب سؤال، لو قستيها، لو قستيها مرة بالسيارة وانت نازلة بتصير تحددي بناء عليها، بناء عليها. وهاي علموها أولادكم لما تطلعوا رحلات، هذا التعليم الحقيقي. ترى أنا طالع على العقل، طالع على الكرك، طالع على إربد، كم كيلو من هون لإربد؟ كم كيلو متر؟ 80 تقريبا، 80-85 كيلو متر. يقول لما وصلنا جرس بقول قطعنا 40 كيلو متر، هون قطعنا مش عارف ايش، غيرنا كم، قديش لنا وقت؟ اربط الوقت مع المسافة، خليه يصير يشعر بالمعنى. ترى هذا الكلام مش خارج إطار مادتنا، هذا هو مادتنا صراحة. فهذا اللي أنا بحكي لكم إياه الآن، لما أقول مساحة معناته أنا بدي أشوف كم وحدات مربعة داخل. باختصار الحكي اللي قلته قبل شوي، يكون في العرض لانه مستطيل. هي اقول لك القانون العام للمساحه شو هي؟ طول القاعده في الارتفاع، طول القاعده في الارتفاع للكل ما عدا المثلث. ليش؟ لانه هو نص شكل رباعي، نص. طيب خلينا نربط هذا الحكي على الدائره. طب الدائره كيف؟ وين طول وين العرض؟ ما فيش طول وعرض، فيش قاعده وارتفاع. تمني انا كيف؟ هاي السؤال. لا لا، انا ما افرض اني انا ما بعرف القانون. تخيل انه احنا الان في لحظه ما بنعرف قانون مساحه الدائره وبدنا نكتشف قانون مساحه الدائره. خلينا نبدا بالاول، كيف بدنا نكتشف محيط الدائره؟ الدائره مشكلتها انه ما لها اضلاع عشان اقدر انا اقيس اطوال. لا لا لا، طلع خلينا نختصر. اسهل طريقه اجيب خيط والفه حواليها زي هيك، شفتي هذا الخيط؟ اعتبري هذا خيط، لفه حولها، بفرده هيك وبقيسه، خلصت. طريقه ثانيه، اذا انه عجل، عجل سياره، حطي علامه عند بدايه العجل، خليه يلف دوره كامله، يرجع محل ما بدا، قيسي قديش مشى، هذا محيطه. خلصنا هيك، هاي المحيط سهل نقيسه. وجدوا انه اي دائره في الدنيا لما تقسم المحيط على القطر، كلنا بنعرف القطر وبنعرف المحيط، المحيط اللي هو طول الاطار الخارجي، قسميه على القطر بيطلع نفس الجواب، دائما بطلع نفس العدد وهو نسبه ثابته، واللي هي مشهوره باسم باي، اللي هي طار، اللي هي 22 على 7 تقريبا، يعني مش 22 على 7 او 3.14%. اذا منين اجت الباي؟ من المحيط للقطر. بقسم المحيط على القطر لاي دائره صغيره او كبيره. وهذا من الأسئلة اللي بسألها في المقابلات للمعلمين. بيجيني واحد متخصص رياضيات، شو هي باي؟ قال أنا مستخدمها في محيط الدائرة، مستخدمها في مساحة الدائرة. شو هي باي؟ باي تقريبا 22.7. طب منين أجت؟ منين اخترعوها هاي؟ كيف شافوها؟ وصلت الرسالة؟ الآن كيف نطلع المساحة؟ أيوه، شوف فكرة المساحة بشكل عام لأي سطح بدك توجد مساحته، فكرته تقسيمه الى مش شرط مربعات، الى وحدات تستطيع حساب مساحته. بتقسمه لوحدات انت تحسب مساحته، كل ما قسمته اكثر
جمعت المساحات شو بتطلع؟ مساحة تحت أي شكل أصدق. راح واحد شو قال لك؟ قال لك أنا بدي أعملها قطاعات. هاي هذا المنظر أنتم تعرفوه زي تحت الجبنة القوع جبنة المثلثات زي جبنة المثلثات. هي طبعا مش مثلثة الجبنة ترى مش مثلثة لأنها قوس هي من طرفها قوس. هي طلع يعني زي هاي الحمراء اللي هون اللي بمشر عليها قاعد هاي مثلث؟ لا والمثلث طلع هاي قريب هي قريب من المثلث قريب من المثلث كويس بس هي مش مثلث كويس. الآن لو جيت فرطتها بالطريقة التالية طلعوا بدي أعمل إعادة ترتيب. أنا مقسمها كم قطعة دائري هون؟ ستة. تخيل زي علبة الجبنة ومسكتها قسمين أخذت هني ثمان حبات أربعة صفيتين زي الحمر وأربعة صفيتين زي الزرور وركبتهم فوق بعض هيك. طلع نصف القطر هي لسه موجود ما ضاع نصف القطر ما ضيعته أنا بس غيرت الشكل. يا أخي هذا المنظر قريب من إشي بعرفه زي متوازن أطلع بس لساته مش متوازن أطلع. طيب خلينا نرجع نسوي حركة أقوى منها نفس الفكرة بس شو بدي أعمل بالقطاعات الدائرية بتزيدها بتصير الاستقامة أكثر. طلع تخليهم قديش 72 جزء لا بدي أقللهم لهم شوي عشان تشوفوا مهم 30 جزء. يلا نرد نعيد الترتيب نطلع المنظر كيف صاير. الطعجات اللي تحت شو صار فيها؟ خفت طلع صارت على السقامة أكثر. طب ماذا لو زدتهم إلى ما لا نهاية زي المستطيل أو متوازي أضلاع بشكل عام؟ طب شو مساحة متوازي الأضلاع أو المستطيل؟ طول قاعدة في الارتفاع طب الارتفاع هو عبارة عن إيش؟ نصف القطر هيا شايفينه؟ نصف القطر ما شفتوش عشان يظلكم شايفينه. طب وهذا شو بمثل؟ يمكن نصف المحيط. ليش؟ مش أنا أخذت 12 فوق بعض للمحيط كلهم أنا بس أنا طفيت فوق بعض إذا نص المحيط. طب نص المحيط المحيط كان 2 باي نقاط هذا نصه إذا باي يكون نقاط في نقاط يعني باي نقاط تربية نقطة القانون وصلت. هاي مفاهيم مهمة ترى تكون واضحة جدا في رأسك. وصلت الفكرة؟ الآن نيجي على المرحلة اللي بعدها نروح على 3 دايمنشن. شو الثري دايمنشن اللي هي المجسمات؟ ايش في عندي مجسمات مشهورة؟ احنا بنعرف مكعب، اسطواني، مخروط. طيب اطلعوا على المكعب والصندوق اللي هو متوازي المستطيلات كويس؟ هذول كلهم بدخلهم باسم ثاني اللي هن اسم غير. شو اسمهم؟ المكعب متوازي المستطيلات الغرفه هاي اللي احنا عايشين فيها كل هاي الاشياء لها اسم ثاني غير اسم مشترك بالضبط. يعني هذول كلنا بدون تفاصيل بقدر اوجزهم بمصطلح واحد. ايش هو هذا المصطلح؟ لا اسم المنشور رباعي. مصطلح المنشور عمرك شفتي منشور؟ عمري شفت منشور. أنا إذا بدي أدخل على الرحلة المعرفية بدخل على الرحلة المعرفية هاي على زونال مسوي اللي بوقت 331 الواجب تحت 331 إنه يعملوا رحلة معرفية على وين؟ على على زونال. فأنا عاملها على وين؟ على زونال علشان أخلي الطلاب يشوفوا كيف الأفكار كيف أسوي رحلة معرفية يعني. هسا أدخلوا عليها عشان تتعلموا المادة. بس ايش هو المنشور؟ ايش هو المنشور؟ طلعي منشور ثلاثي منشور رباعي منشور خماسي منشور سداسي ميستر له قاعدتين. ركز الوصف البوصل له ايش؟ قاعدتين. القاعدتين بيكون متطابقتين تماما. يعني مثلا اذا حطيت القاعده الاولى مثلث القاعده الثانيه لازم تكون مثلث له نفس الابعاد له نفس القياسات عفوا نفس الاطوال نفس كل شيء مثلثين وجوانبه شو؟ مستطيلات. هاي الميزة حساسة دمعته جوانبه مستطيلات. بس هذا مش مهم وين قاعد كيف قاعده مش قاعده على المستطيل يصير المستطيل والقاعدة لا
بصير اسمه منشور ثلاثي. إذا قاعدته رباعي منشور رباعي، مش مربع، رباعي. إذا كان قاعدته مربع بصير اسمه مكعب، بس هو منشور لأنه له قاعدتين وجوابه مستطيلات. ما تنسوش إنه مربع حالة خاصة من المستطيل، وقيس عليه. هذا مجسم رئيسي كبير اسمه المناشير. عمركم شفتوا منشور خماسي؟ منشور خماسي مر عليكم؟ كيف؟ هات نعمل واحد. نفس القاعدة اللي قاعدتين من الورق. بس إنه بدل مكان أربعة. عمرك شفتي بحياتك؟ أنا هذا سؤالي. منشور رباعي عمركم ما شفتوه؟ الخماسي قصدي. خماسي شفتوه؟ في الحياة ما في ولا شيء منشور خماسي. كريستالات. أيوة برافو عليكم. الكريستالات. في علب حلو. خماسية. طب منشور ثلاثي. شفتوا منشور ثلاثي؟ حياتكم اليومية. ما في. وين؟ أعطيني واحدة. طلع وسائل التسوي قدامكم منشور خماسي. ومنها تعليم لكم على هذا البرنامج. بتاجي على هاي الايقونه، شايفين الايقونه هاي؟ هاي بتسوي مضلعات. بقدر اعملها مضلعات منتظمه، مضلعات مش منتظمه. ايش الفرق بين مضلع منتظم ومضلع مش منتظم؟ المنتظم كل اطوال اضلاعه متطابقه، زواياه كلها متطابقه. ما انت تعمله منتظم بس عشان يطلع شكله حلو بس. كويس؟ بتعمله كم ضلع له؟ اربعه. خمسه. بتعمله خماسي يعني. هاي شو داسي ولا خماسي؟ هاي سته. هاي خماسي. وعملت اوكي. حلو الكلام؟ قولي حلو. يعني حركته هون. الان بدي اجي على فيو. درى على ايش اسمه؟ 3D جرافيكس. 3D جرافيكس. ثلاثة ابعاد. ثلاثة ابعاد. وبدي اعمل الحركة التالية. شفتي؟ بدي احركه وخليه يجي هون. انا صراحة بيهمنيش هذا. هذا ما بيهمني. انا بيهمني هون. بس بدي اجي هون الغي هذول. انتم ما بتكون جريد واكسس ومش عارف ايش هذول ما بدنا اياهم صح؟ هيك فاضي على الفاضي. حسيت هذا وين موجود؟ قاعده سطح. كويس. الان بدي اجي انشئ انا شايف بريزم. بريزم بالانجليزي يعني منشور. ممتاز. اختار الخماسية. بدي اشبكه على مدى الارتفاع تاعه ثلاث مثلا. هاي ثلاث على سبيل المثال. اعمل انتر. اوف. شفتي؟ بلا ممكن يكون مربعات. المربعات المربعة بيعتبروا حالة خاصة بالنين من المستطيل. شو هذا؟ خلنا نفهم. خليه يولي. هاي ما بدنا. رجعناه زي ما كان. طلعي. لفيه. شفتي كيف؟ شو معنى المنقط هذا؟ الخطوط المنقطة شو منقطها؟ لا خلفي. برافو عليك. هذا ثلاثي أبعاد. هذا بده تخيل شوي. بده تخيل شوي. أنا يعني أنا اللي بشوفه قدامي اللي قدامي. بقدر ألفه لفوق هيك أسوي هيك. شو شفت أنا؟ إيه؟ كيف أنا وين أنا؟ عيني وين؟ فوق. فوق. أنا شايف القاعدة هسا. طب مين القاعدة؟ هاي ولا اللي تحت؟ هاي الثنتين. القاعدة حسب ما بتطلعي. حسب ما بتطلعي. ما له دخل. شوف هسا بدي ألفه هيك. ها. مين القاعدة؟ هاي ولا الحمر الثانية؟ الثنتين. وهذول شو اسمهن بعد؟ اللي هون شو اسمهن؟ هذول اسمهن الوجوه. وهي مستطيلات. شوف انت قبل شوي لما قلت لي مستطيل ومش مستطيل طلع كيف بس احرك انا بغير الابعاد. روحوا دوروا بالحياه اليوميه وين في شيء زي هيك. في خيام صح. في علب الحلو اللي قالت عنه الكريستالات. طيب طلعي راح اعمل حركه الان على هذا المجسم. راح اعمل شيء جديد مصطلح اسمه النت الشبكه. أنا مش ضامن اللي بسويها هاي بس أنا أتأكد. شبكة. ضغطت على الشبكة جيت عليه هيك. إيه شو صار؟ يعني لو طلبت منك أصلاً تصنعي لي إياه كيف تصنعيه بالورق؟ بنحط القاعدة الخماسية على كل واحد. هاي اسمها شبكة المنشور الخماسي.
طلعي هسه الحركة اللي راح أسويها خمس دقايق طلعي هاي وصلت شفتي كيف تشوفيها بعيني هسه شو عملوا طول من الطلاب عشان يتعلموا هاي الأشياء بنبدأ بالمحسوسات ما بنوديهم عشان بالمحسوس بالأول على المحسوسات جيبيلهم كرتون ورق مقصقص أو إشي يعني سهل قصه وبعدين يقولوا كون لي منشور رباعي كون لي منشور خماسي انت عشان تكسب الوقت مثلا في حصة خلي مجموعة تسوي ثلاثي ناس يسوي رباعي ناس يسوي خماسي ناس يسوي سداسي مش كل واحد يسوي بعدين كل مجموعة تعرض شغلها ليش هذا منشور لأنه يعني ظاهريا راح يطلع مختلفين فعليا حسيات أنا بقول مع وجود مثل هذه الوسائل بإمكاني أني أنتقل نقلة نوعية أني أنا بقدر أركب إيش مجسمات فوق بعض طلع أنا اخترت السائل هذا إيش اسمه بريزم لو لاحظوا أنا قلنا بريزم أسأل إيش بقى قاعد أتكلم بريمد شو البريمد هرم طب الهرم مش زي المنشور نفسه والله خلينا نشوف نفسه ولا لا خلينا نشوف حط قاعدة برضو بيقول أعطيني ارتفاعه خلي ارتفاعه اثنين أي عدد يعني ما أقدر أعرف فيه طلع هذا الهرم شايفتين فوق قاعدين نبني خيام احنا نعمل بس كنترول زد معلش انا كنت مفعلها لسه كنترول زد بتراجع عن اخر واحده سويتها هيو الهرم شايفينه الفوق وسوينا خيم هاي بنينا بيت شو بيفرق الهرم عن المنشور ها وهذا لكم قاعدة ممتاز جوابه شو مثلثات هذا فرق قوي لأن في ناس بيخربطوا بين المنشور الثلاثي والهرم والهرم لأنه الهرم جوابه مثلثات هذاك مستطيلات فرق السماء والأرض بين الله مش زي بعض هذول شوفي نفس الشيء ممكن نعمل الشبكة تبعته بعش إذا بيعمل شبكته ولا لا خلنا بالله نجرب نشوف بيعمل شبكة المخروط ولا لا السيادة الرحلة المعرفية اللي أنا بدلكم عليها قاعد والله خذها هاي طلع يا ساعمل الشبكة تاعت مين تاعت الهرم ممكن اللون بلون ثاني يعني مثلا عشان نغير يعني أنا قصدي تشوفون الوسائل التعليمية لما تصير أشكال مركبة هذا ما زلت دكتور المظلات في المدينة المنورة يا سلام عليك عشان تعرفي من وين بيجيبوا الناس الأفكار طلع سيادة المصانع والناس اللي بتصنع وبتنتج وكذا بدون ما يعملوا قياسات بيطلعوا خرابيط ماشي البرامج مين برمجها ناس بيعرف رياضيات وإلا لا يمكن شايفين كيف هذه الوسيلة التعليمية محلها الآن نرجع مع على موضوعنا نرجع على الرحلة المعرفية يلا خلينا نشوفكم بالرحلة المعرفية دخلنا على الرحلة المعرفية هون ما فيش إشي بدي تروحوا لي وين في الرحلة المعرفية على المهمات أو اللي هي عفوا العمليات آسف العمليات شايفين هذول القوانين هذا حفظ هسه نرجع للطريقة التقليدية أنا ما راح أقول أحفظكم فيها أنا بالنسبة لي قمت بواجبي شو واجبي فهمتك شو يعني مساحة شو يعني محيط ضايف بس مصطلح واحد الحجم الحجم هو عدد المكعبات الوحدات المكعبة التي توضع داخل الجسم جسم لازم حجم فيش شيء اسمه حجم المثلث عمرك سمعت شيء اسمه حجم المثلث لا في مساحة المثلث محيط المثلث لكن حجم المنشور حجم الأسطوانة حجم الهرم طيب سؤال شو الفرق بين مصطلح حجم وسعة؟ أنا بقول الحجم سنتي الإشي المصمم شفتوا الدواحل يقولون نعرفه الأولاد كرة زجاجية هذا مصمم أقول حجمه حجم الكرة كويس لكن بجيب إناء زي الكاسة هاي اللي معاك بقول هاي سعتها إذا ما يتسع من مائع سواء غاز أو سائل الآن ندخل على الموضوع
هذول الشبكات هذول شغلي هذا. هون في شرح من صف ثامن هذول شارح بالتفصيل، فما راح اشرح بالتفصيل. فوتوا تفرجوا على الفيديوهات تعال ثامن بتعرفوا كل واحد كيف تحسبوا حجمها، مساحتها الجانبيه ومساحتها الكليه. كمصطلح المساحه الجانبيه والمساحه الكليه، انه انت مش جبت الشبكه تاعت المنشور، مساحته الكليه معناته تجيب مساحه الخماسي هذا زائد مساحه الوجه الاول زائد مساحتها زائد مساحتها زائد مساحتها زائد مساحتها زائد مساحتها. لا مش كلهم زي بعض، لا القاعدتين غير الاوجه. بطلع واحده خلص بضربهم ست اوجه بست من هون بتطلع القوانين ترى، من هون بتطلعوا القوانين. بس مصطلح المساحه الكليه معناته تجيب مساحه جميع الوجوه من القاعدتين. المساحه الجانبيه يعني بتطلع مساحه الجوانب بس القاعدتين لا. يعني بقول لك مساحه الجانبيه يعني بدك تطلع مساحه مين؟ مساحه هاي وهاي 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 بس. والقاعده اللي فوق واللي تحت لا ما بحسب. اذا المساحات هنا رجعين لمساحه لدرس المساحات. يعني كيف تجيب مساحه الخماسي مثلا ما اخذناهوش ما له قانون، فكروا فيها كيف تطلع مساحه خماسي مساحه سداسي مساحه سباعي، كيف تطلع مساحات هذول من الناس كلهم بدي السداسي لحاله بس، لانه في من صعبات مش عليكم، في اللي بدك تعرفوا معلومات اكثر عشان تعرفوا تحسبوها، فانا بدي السداسي بس. طلعوا لي كيف تطلع مساحه السداسي، هذا اعتبروه زي مهمه هيك فكروا فيها. لا خلينا نرجع على الرحله المعرفيه. مساحه المنشور السداسي لا شكل السداسي مساحته شو مساحته؟ سوي لي شروح اضافيه. نمسك النشاط الاول يلا هسات انشط زي هيك العاب تمرين حلو. بس اخذنا افكار، بس المجسمات اللي احنا مطلوبه منا المناشير الهرم المخروط الاسطواني كويس والكره خمسه بس مش كثار. محيط مساحه محيط ما في محيطهم محيط ايش؟ محيط قاعدتهم مثلا المحيط والمساحه اكيد هذول خلصنا منه. والاشكال اللي احنا المطلوبه منا المثلث الاشكال الرباعيه الخماسي والثلاثي يعني هذول الاساسيه كويس بس دائره هاي مهمه جدا بس هي رائعه جدا تفهم لك الماده بشكل كويس. بعدين لو تتدربوا على الروتين والمسائل اللي تجي زي الامتحانات وتتدربوا على مين؟ على الامتحانات اللي حاططها الكتروني. هذول المره الجايه ان شاء الله بنعرضهم وبنصير نحل المسائل. حكيت قانون انا؟ لا تجيب تصير قوانين وتكون عليكم هاي القوانين. انا ما حتى شوف انا بغايات الاختبار مرات بقول لو الطالب طلع القوانين حطها قدامه ما عنده مشكله. بس احنا لانه ما عممنا من اول فمضطرين تحفظوا. سؤال شايفين هذا المجسم؟ مين من هذول شبكته؟ مين شبكته؟ يعني هذا لو بدنا نفرده هيك نفتح الاول هاي هاي هني ثلاث يا هاي يا هاي يا هاي اللي بالنص خطأ الأولى. طيب نتأكد نفتحه شفتي هذا مستوى أعلى من مستوى المحسوس. الأصل قبل ما ندخل على هذا النشاط شو لازم سوينا؟ زي الواجب تاعكم تقول اسطوانات واعملوا لي بدنا نجيب كاميرا ونصور نعمل نفس التجربة تاعت الواجب بعد ما تسلم بدنا نسوي النشاط هون مع بعض ونصور الفيديو. طيب ناخذ هذا مين شبكته؟ تعجلوش قاعدته رباعية أربعة هذه الأولى هاي صح نفردها سهل وهكذا بعطيك إيحاء
كيف انت تبني هاي الاشياء؟ صح ولا لا؟ يلا نجي عليها. هذا شو اسمه اول شيء؟ الشكل اول شيء شو اسمه؟ منشور. اكيد يعني مش هرم. ليش؟ ايوه برافو عليك. شلون عينها على الاوجه والضرعات. اني واحده من هذول ثاني ادق على الثانيه ثالثه نعمل تصوير. يا الاولى يا الثانيه الثالثه. طيب قبل ما نجاوب ها 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 أني واحدة. نجعلها. هذا شو اسمه؟ منشور ثلاثة. هذا حرام. أو شو مثلاً؟ هو كأنه قواعد دائماً شغال إن كلها متقاربة. هاي الثانية. هاي. أبي هاي قوي. هذا شو واجبكم؟ نفكها نفكها. طبعا هو يعني هنا بكون القواعد مش مفتوحة مغلقة. زي البرميل يعني. النص. المخروط. كيف تسوي مخروط؟ لو تسوي مخروط حقيقي كيف تسوي؟ بتجيب قطاع دائري. قطاع مش دائرة. قطاع دائري. أيوة. وشو بسوي؟ بتقصيه. مين من هذول راح تتوقع تكون؟ الأولى. مين؟ طب إيش الفرق الثالث؟ الثالث بس من أصغر واحدة أقل. تركبش بتسكرش. لازم يعني متسكر تسكر المحيط كله. محيط القاعدة كله. خلصنا من القصة هاي. طلع شوفوا طلع عمان. في أشياء أنا مش حاططها معاكم طلع. في area and perimeter. شو area and perimeter؟ المساحة والمحيط. معناته هذا الموقع بس لحاله. بس هاي وهاي. شو بتعطيك كل الوحدة هاي. مش سأل عليها. كل وحدة بالقياس. موجودة في ايقونتين. نكمل. يلا خلنا نشوف حسابات. شوفوا شاطرين بالحسابات ولا لا. قطيع النت على فكرة. هنا في فيديو في انتر اكت بتقدر تنزل بي دي اف فايل بس هو بالانجليزي مش بالعربي بس ما بفرق يعني انت ممكن تطلع على الشكل وتجاوب بدون ما تقرا النص. يلا يا محترم هذا للبيت كويس صراحه تعلم ذاتي رائع. نرجع للموقع تاعنا عبين ما يفتح هذا المحترم. في عندكم هنا شروح بصوتي انا كامل بشرح بالتفصيل وقصيره الفيديوهات لكل مجسم من المجسمات اللي حكيت. شو يعني شبكات؟ شو يعني حجم المنشور ومساحته؟ اوكي بتجيبها. فهذا بترك لكم. هذا معامل التغير مش مطالبكم فيه. ما بطالبكم يعني كله مطالب انه معامل التغير. وفيها شروح اضافيه لناس شارحين من النوروا ومن مواقع ثانيه. وهذا الموقع اللي كنا عليه قبل شوي نشاطات. هون لعبه تصنيف الاشكال الى اخره. تدربوا عليه حلوات والله بيساعدكم بشكل كبير. في شغله ثانيه شايفينها هي وسائل التفاعل من نهاج المحوسب. هاي موجوده باللغه العربيه اللي كانت على موقع الادوير تاع الوزاره. بس هاي شو تعملوا فيها؟ ممكن تنزلوها نزلوها عندكم اوف لاين وبصير تفتح معاكم شيء على الجوجل برا وشيء مش على الجوجل. مش كله على الجوجل كويس. بس انا الجوجل برا بستخدمه صراحه. انا بنتج فيه مواد الي. انا بسوي فيه وسائل تعليميه الي. عرفت كيف؟ بيساعدني. لو دخلتي على اليوتيوب على الموقع شفت كيف دخلت انا على الجوجل برا قبل شوي هون شايفين مثلا بدك انت عن اي موضوع وين راح الجوجل برا هاي مثلا هاي اللي كانت من الموقع انا بدي الجوجبرا اللي دخلت عليه او هون شايف. لو دخلتي على الجوجبرا داخل باسمي انا هون. لو دخلتي على اكونت اونلاين
طيب لو فتحنا هون موقع الجيوجبرا اونلاين خليه نكون فاتحه هون نفتحه هون شايفين وجيتي على التدوير هون دوري على على اي اي مفهوم بدك اياه بتلاقي تلاقي وسائل تعليميه رائعه مو شرط من الدكتور يعني من اي حدا انا القصه انه حتى تشتغلي على هذا البرنامج صراحه بحاجه انك تكوني تعرف عليه كويس اللي سالتيني عنه طب وين الدوره التدريبيه اللي قلت عنها ادخلي على اليوتيوب تاعي كلكم تعرفوا اليوتيوب تاعي حياته يوتيوب .com/المفيد1 هذه القناة تبعتي مباشرة يجيبك على القناة مباشرة إذا تعملي سبسكرايب يجيك كل الفيديوهات اللي بتنزل عليه أي شيء بنزله شوفوا هاي جيتي عليها شوفي كيف جيت عليها على قناة مفيد أبو موسى إذا كتبت بالإنجليزي مفيد أبو موسى بيجيب لك القناة تبعتي تعالي هون على إيش اسمه قوائم التشغيل قوائم التشغيل أو بتكون بالإنجليزي بلاي ليست اللي طالع عنده بالإنجليزي شو بيسوي بلاي ليست فسيطلعي كل قوائم التشغيل هون كل قوائم التشغيل إذا مش طالعات كلهن طالعين كلهن لا مش كلهن طالعات هون مرة ثانية كل قوائم التشغيل هيا طلعوا هذا الفيديو اللي كان مع اللي شغلناه متذكرين لما جيت على هاي وشغلته وقاعد صار له ساعة بيشتغل طلع الفيديو هذا تقدر مثلا تتفرجي على ايش في مجسمات موجودة في حياتك اليومية عشان اعطيني انتر اكتف لما تختار انتر اكتف بعطيك نشاط تحلي تتدرب على حل مسائل قوائم تشغيل المنشأة كل القوائم خلي يجيبهم دوري على إشي مكتوب عليه فور تيشرز هاي طلعوا كل القوائم دوري على إشي اسمه فور تيشرز هاي فور تيشرز إذا ضغطت على فور تيشرز أتوقع آخر إشي اليوم راح نحكي شوي اللي بعد البورد شفاياتها دورة جيوجبرا في عامل على جلستين كمان دخلوها طبعا كل المدرسين رياضيات وطلاب ماجستير دخلوا بتشرح لك بالتفصيل كيف تستخدم الجيوجبرا فبنصحكم تتعلموا عليه واللي بيحب يدخل على هاي الفور تيشرز في عندي هون وسائل تعليميه للمعلمين بس كيف تستخدم ستار بورد تاع لوح تفاعلي في مثلا نشاطات من التيشر تي في شغلات كثير حلوه نشاطات كثير حلوه تفرجوا عليها يعني رائعه نرجع لموضوعنا هون طلعوا هذا السؤال drag the red dots to match the given targets شو يعني بدو ياني احرك هذول حتى يصير الحجم اللي هو هذا التارجت شايف التارجت بدو ياكي كم لازم تغير بنصف القطر والارتفاع عشان يصير الحجم 254.34% متر مكعب بس ممكن واحد شو يسوي يقعد يجرب هيك فتظبط معه او يحرك هاي لتحت مثلا معطيك الفوليوم والسيرفيس اللي هو الحجم والمساحه الكليه طبعا ابدا بدي اجرب اظن اجرب ولا في طريقه سريعه شو هي بالقوانين وهي القوانين موجوده تحت قدامكم حتى الحسابات عامل لك اياها ربع هاي اضرب في هاي قسم على كذا طلع هيك الجواب هذا شو بدك تسوي عشان تتدربوا على هاي الاشياء جيب الاله الحاسب تبعك وتدرب جيب التك وقعد تدرب مو صعب ما بيفتح لك سؤال الثاني الا لما تخلص السؤال الاول
في شيء زيه بالعربي موجود على الموقع نفسه تاعنا، شايفين هذول مكتوب عليهم اختبارات المساحه والمحيط، بس هذول مش للحجم، الحجم حطيته على الاجنبي والمساحه والمحيط حطيته على العربي. الثنتين كلهم ناخذهم كلهم هسه. هذه المساحه والمحيط الحجم عفوا خذيه من الرحله المعرفيه اللي بالعربي، المسائل تاعت الصف الثامن ما بنخرج عنهم يعني ولا بشكل اشكال، حتى مسائل الكتاب تاعت الثامن اصعب من اللي في الكتاب تاعنا، كثير اصعب يعني بيشرح بالتفصيل. فهي الوحده نوعا ما يعني سهله، راح نحل مع بعض احنا بعض المسائل ما راح نحل كل شيء، لان المره الجايه راح اعطي المستوى الاعلى شوي انه لو كانت الاشكال او المجسمات مركبه كيف نتعامل معها. هاي النقطه الثانيه.